كنت ماشي في السوبر ماركت ولقيت نسكافيه، ولكن بعد ما مسكته اكتشفت ان هو مش نسكافيه، ده شاي بلبن. لا مش شاي بلبن بس، لا ده شاي بلبن انواع بقى يا زميلي، معايا 3 انواع هنا، فتعالوا نجرب الانواع دي ونشوف ايه حوار الشاي بلبن اللي في اكياس ده. حتى الشاي بلبن يا جدعان صعبتوه علينا. اول حاجه شاي بالحليب، مشروب شاي بالحليب سريع الذوبان، مفيش اي حاجه خالص، كلاسيك 2 في 1، وده المفروض فيه السكر وفيه كل حاجه، انت بتحطه بس وتصب ميه وتشرب على طول، بتشرب بقى شاي بلبن بسكر بكل حاجه مظبوطه. تاني حاجه شاي برده بلبن بس تقريبا فيه كريمه بقى وفيه حركات وفيه تكات فيه. يعني بيقولوا لنا بقى ان هم مضيفين كريمه وضيفين حاجات كتيره جدا جدا في الشاي بلبن ده. وتالت حاجه بقى اللي انا مستغربه جدا جدا، شاي بالكرك بالحبهان، شاي حليب بالكرك بالحبهان، شاي برده بالحليب عادي خالص، ولكن مكتوب هنا كده شاي كرك بالحبهان. انا اول مره اصلا اجرب شاي كرك ده في حياتي، فانا لسه اول مره اجربه دلوقتي. فتعالوا نجيب الكوبايات بتاعتنا ونحطها كده ونحط الميه السخنه وندوق ونشوف طعمهم عامل ازاي. يلا بينا. رحنا حطيناها عادي خالص زي النسكافيه وصبينا الميه، وعايز اقول لك في ريحه جنزبيل طالعه جامده جدا جدا. استنى ايه بس عشان ايه ما اتلخبطش، اسيب بس كده دول على جنب. وده اول شاي، ده شاي بلبن عادي خالص بيزك خالص، ده المفروض الشاي بلبن اللي احنا بنشربه العادي خالص. تعالوا ندوقه. بسم الله. لا في كمان قشطه كمان من فوق، يعني مهيئك بقى ان هو شاي بلبن بقى بجد وبتاع. يعني هو شاي بلبن السكر بتاعه مظبوط جدا جدا، يعني مثلا ممكن تقول مثلا معلقه ونص سكر، فالناس بقى اللي بتشرب 3 معالق و4 معالق وكده لا محتاج ان هي تحط سكر، ولكن انا شايف ان هو مظبوط جدا جدا. طعم اللبن او طعم الحليب باين جدا جدا مع طعم الشاي، بس انت مش بتشرب شاي بلبن بجد، يعني هو مش طعم شاي بلبن بجد، ولكن يعني ايه هي حاجه حلوه، في شاي ولبن في الموضوع. ونشوف كده تاني واحد اللي هو كان كيس بتاعه ابيض، وده على ما اظن كده على ما اظن شاي صيني، شاي بحليب صيني على ما اظن برضو. اجتهادات شخصيه، ريحه قرفه قوي او حبهان او جنزبيل، في ريحه كده غريبه مش ريحه شاي بلبن، بس تعالوا نجربه. بسم الله. طعم الجنزبيل، طعم جنزبيل، اللي حاسه ان ده مسكر شويه عن الشاي بلبن العادي، ولكن طعم الجنزبيل طاغي قوي قوي على الشاي بلبن. في طعم جنزبيل جه بيحرقك كده هنا في زورك اللي هو الحرقان بتاع الجنزبيل ده، ولكن حلو برده. الناس اللي بتعشق بقى الشاي بلبن بالجنزبيل او اي حاجه بالجنزبيل هتحب ده جدا جدا. المشكله هنا بس ان طعم الشاي بلبن مش واضح قوي في الطعم، ده هو اللي واضح جدا جدا في بقك هو طعم الجنزبيل، ولكن تجربه حلوه جدا جدا، ولكن يعني ما اشتريهوش تاني لان ما بحبش الجنزبيل يعني وكده، ولكن الناس اللي بتحب الجنزبيل بقى رايق جدا جدا بالنسبه له. شوف بقى تالت حاجه، وهو شاي بالكرك بالحبهان، ده انا خايف منه جدا جدا اصلا، ريحته شاي بلبن عادي خالص غير ريحه اللي هو بتاع الجنزبيل ده. تعالوا ندوق. بسم الله. في طعم حبهان لكن خفيف قوي قوي، بس حلو حلو في الطعم. اوف لا عجبني ده، طعم اللبن هنا اوضح بكتير جدا جدا، في سنه شاي او في سنه طعم شاي موجود في الحوار، ولكن طعم برده الحبهان خفيف قوي في البق، يعني مش حبهان اللي هو يلزعك كده تتضايق كده وانت بتشربه، لا حلو جدا جدا. اللي طاغي في الحوار ده كله هو طعم اللبن، رايق رايق جدا جدا. ده طلع حوار شاي الكرك ده جامد قوي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب عشان يوصل 100,000 في اسرع وقت. الانستجرام بتاعي هنا، يعني بنقدم هناك محتوى جامد جدا جدا، وكالعاده دوس يا كوتش. السلام عليكم.